هو بس السؤال النظري يعني مصيص انا ذكرت الثلاث انواع بس والله ايوه لا هو كان قال الكتاب كله طبعا مش هو السلم هي مجموعة من كل حاجة اسمها قلب السلم، هي مجموعة من الضرر.
كل عدد في قلب السجن 3 درجات وأقصى عدد 12 درجة. ده في السجن والتأمين. ماشي؟ دي كده قلب السجن. وأنت فاهم هي كل عدد الدرجات فيها كام؟ تمام. يعني لو عندي قلب فيه مية وقفين مش عارف. ماشي؟ قلب السجن كل عدد الدرجات 3 وأقصى عدد الدرجات كام؟ 12. ولو سجن خارجي أقصى عدد 14. يعني ايه أقصى عدد؟ يعني ما ينفعش أفضل أدخل كده تفضل تنزل 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 من غير ما تريح. تريح وبعد كده هتنزل تاني. تنزل تاني. ما ينفعش ياخدك تنزل وتطلع أكتر من كام؟ 14. فاهم؟ بعد كده مثلا يريحك على بسطة أنت ليه؟ تبقى إيه؟ بسط السن. استريح انت نفسك يلا كمل. انت فاهم دي؟ طيب. قلت بقى في الحته دي 15 16 الكلام ده ولا والله؟ دي حاجه غلط بتأثر عليها يعني. انا عندي المصدر الافقي ده اللي انا برسمه دلوقتي اللي انا برسم طالع ايه؟
اللي انت شغاله العيد اليمين عشان تطلع تستعمل كده بقى تطلع كده وتدخل تطلع كده على طول لفوق ماشي يا اخي لما نيجي نرسم كل الحاجات تحطها على الرسم ماشي يبقى السهم ده اسمه سهم ايه؟ الصور كويس؟ طيب قال لي خد بالك بقى مش احنا في مصر في الغرفه بتاعنا ده لما جينا في الاول خلاص بنبدا من مصر في الغرفه المعمار اللي بيطلع من نص البيت لتحت والانشاء اللي بيطلع من نص البيت لفوق صح؟ طيب ونبدا على المستوى الايه؟ يعني على المكسور اللي بيطلع من 160 ل 180 160 ل 100 وكام؟ 160 ديت بطاح ليه؟ 160 مش 90 دي نص عشان ابقى شفت الشبابيك فين والكمان فين؟ يعني لما اجي اقطع القاعة دي على 160 هرسم هذا الشباك 2 3 وهرسم الحتة دي كلها سوليد وهبين هنا البلد صح؟ والشباكين اللي فوق دول يكونوا معايا في البلد؟ لا ما يكونوش يبقى كده عشان عرفنا حتة إن أنا بقطع عليها 160 عشان أبين الفتحات اللي عندي يبقى عندي حالة خاصة زي كده ببدأ أبينها فين؟ في القطاع ماشي؟ تفهم؟ طب فبناء علينا ان انا اجي اطلع في السلم ده 160 او 180 وانا عارف ان الارتفاع الايمن 15 سم صح؟ فلما نيجي نرسم ال 160 على 15 سم يطلع كام ايمن؟ لو قلنا مثلا 10 سم تمام ادي القلبه مثلا دي بعيد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ورحت جيت على الخط الايه؟ لازم تحط ليه؟ القطع خلاص القطع وباصص لتحت صح؟ بقيت السلم ده اشوفه؟ بقيت السلم ده اشوفه؟ هو ماسح كده بس خد بالك يا باشمهندس انت ما شفتش اه بس هو فوق راسه وانت كنت لما بيبقى في كاميرا وعندك السوق داش صح؟ رجع كام يوم داش صح كده؟ بالتصفير على الكلام ده؟ طب لما اجي في الدور اللي بعده ده اول دور اللي هو الارض لما اجي في الدور بتاع اللي بعده المتكامل واقطع اشوف هنا مين؟ شوف حاجة ولا شوف السلام بتاع الدور اللي تحت دي؟ لا شوف البيت صح كده؟ فاهمين الكلام ده كله؟ ماشي؟ طيب كده احنا قلنا التعريفات دي كلها مهمة في السلم دوبة السلم بسط السلم صدفة السلم لو انت مش حافظ حاجة فاهم؟ ليه انت فاهم ما بتكتبش؟ ما بتكتبليش من غير رسم تكتب وترسم تكتب وترسم ماشي؟ بسبب الصعوبة طيب الجزء اللي ما بين الفتحتين اللي هو اللي في النص ده هقول لك بلاستيك الفراغ المخصص اكتبها لي كده بالتعريف هو الفراغ المخصص لانشاء السلم ده اسمه ايه؟ بئر السلم الجزء ده اسمه ايه؟ فانوس السلم فانوس السلم فانوس السلم ده هو اللي بينور السلم بتاعه ماشي؟ تمام فانوس السلم أقل عرض لي 60 سم ممكن يوصل ل 40 يبقى احنا كده عرفنا في نص السلم اللي هو الفراغ الموجود ما بين البيتين راس وترس وتشرح في هو خط ثلاث أرقام خط ثلاث أرقام مايل مايل ليه عشان دي قلبة السلم قلبة السلم دي ممكن طالعة مايلة كده صح؟ طالعة مايلة واحنا نيجي نقول نفترض في الحياه الفرديه كمان كله من معاك بقول لك 160 80 فيها 20 سم فاهم؟ يعني انا ما ينفعش اقول لك يعني مفيش معلومه ممكن تحطها لك اقول لك القطع على 160 ومفيش معلومه اقول لك القطع على 180 لكن انت عارف ان مصر الروح ده لما بنقطع ونقطع من 160 ل 180 ففي رقمين الخط ده وقت ده اللي هو ده رقم كبير وده رقم صغير
ده 160 مليون ماشي كده؟ طيب في حاجة تانية برضك من الطرف في مصر اسمها دايرة المنزل. قلت عليها ازاي؟ ده الدور الرابع، وانت داخل البيت بتاعك تطلع خمس ست سنينات، وبعد كده تبدا تستخدم السلم. كويس؟ ست سنينات دول في 15 كام؟ 90 90 انت عارف كمان ازاي الخالص؟ 90 مزود في الدور الايه؟ من زائد او ناقص الا بس في اللي هي الشارع، رسوم الشارع بكتب عليه زائد او ناقص صفر اللي هو تاني، لكن لما دخلت تحت الدرجه وحط زائد بس ما تحطش ناقص. ماشي؟ عشان لما تشوفها انت في الكتاب ومكتوبه رسوم الشارع يبقى فيها زائد او ناقص صفر رسوم الشارع، فمين اللي هي تقريبا الشارع مش مستوي، لكن لما تخش جوه هتلاقي بلس كام؟ 90 ورسوم الدولار، فاكرين المحاضرة بتاعت الأخيرة؟ اللي احنا خدناها فيها العزم هي البداية في الرسوم، كويس؟ وارجع احط الرسوم تاني فين؟ احط فوق كده. ماشي؟ خلاص وقف جنب الرسوم بتاعي عشان تاخد بالك كام زيادة. طب ناخد بالنا من حاجة بقى. هل في السلم دي فيها كام قايمة وكام نايمة؟ لو قدام دي دلوقتي، تعالى نروح مع بعض. ستة نايمة. تعالى نروح مع بعض. أدي أول نايمة، صح؟ وأدي النايمة اللي بعديها، مين؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. صح كده؟ تعالى عندي كده كام قايمة؟ سبعة. بص نفس عرض قلب السلم
عنده البوست بوستيريور نفس عنده البوست بوستيريور. طيب لو انا عايز ازودها مش مشكلة بس البيت بتاعك يسمح فاهم؟ بس لما تيجي ترمي مساحة زيادة ترميها في البوستة ولا في السلطة؟ في السلطة اللي هي على باب الشقة فاهم كده؟ في مستوعبها؟ طيب يبقى احنا عرفنا ده في اليوتيوب وعرفنا ده في مجال اسمه عروض وعرفنا في خط الارض عرفنا ده في البلد ليش؟ في حاجة تانية اسمها ايه؟ التقييم اللي انا برسم سيركل هو بس عامل زي كده الخط الشرقي ده وهرسم كده على كده صبع على طول؟ لا فين فين؟ البرنامج الصبع هي الخلاصات اللي هي التحليل دي كده الصبع دي الخلاصات السلم الخلاصات اللي انت بتستلم بعد كده بتشطبها ماشي؟ واحنا بنشطب احنا عندنا وظيفه المايه السلالم بعدين السلالم خرسانيه وسلالم حجريه وسلالم خشبيه وسلالم حديديه كل حاجه بتدور حسب المكان اللي ده بس كل ما الموضوع برضك نرجع لموضوعنا ان احنا عايزين تبقى انت واقف في موقع يقول لك روح تحت الرهبه انا مش عايزك تبقى انت واقف في موقع في حاجه اسوء لا تبقى عارف تقرا ويجي المهندس بعد شويه يقول لك تعالى انا هعمل لك كام سلم يعني بيقابلني المشاكل دي مهندس بلدي مع اللي حق وبينفذ بيعمل لي حاله السلام برضه لازم دي حته القايمه والنايمه اللي احنا اتكلمنا فيها وفي النهايه هو مش مستوعبها. هو معتبر ان دي سلمه 2 3 4 5 6 سلام. فاهم؟ بس هو سبع قوايم. سبع قوايم دي شايفه سلمه. دي سلمه تفرق معاك في الرسوم. مش القايمه دي صح 15 سم. مش القايمة دي 15 سم. طيب تضرب 15 في 6 ولا في 7؟ 7 فاهم ده جنب مين؟ هو شايفهم 6 وراح اسيبش البسطة معاه ايوه ما اسيبش البسطة معاه وراح اعمل لي البسطة دي نازلة تحت صبها لي بمنسوب اقل 15 سم فالمطلوب مني ان انا ازود الثانية دي سلمتين وانوش مكان فعمل لي مشكلة فاهم؟ فاهم المشاكل بتيجي ازاي؟ فكل انت تبقى واقف موقف مش عارف تقرا الروح كويس تقول كام سلمه خش في الليل فهمت كده اهميه الدرس ده ايه؟ طيب النهارده هبدا اشوف الخط ده اللي هو السوري ده صح؟ انا باصص للبيان من فوق وبشوف الخط التاني ده ايش؟ الخط التاني ده اللي هو بتاع مين؟ خلصان الخلصان في كده ولا احنا كده الخط ده شبه هنا اسمه جوه ولا بره؟ جوه جوه مين بيقول جوه ومين بيقول بره؟ جوه جوه عشان الانف مواد الانف اللي هي كويسه ومين بيقول بره؟ كده هي جوه ماشي كده؟ يبقى هي كده ايه؟ جوه ماشي؟ على اساس ان انا بص من فوق شوف ازاي بص لقدام شوف الخط اللي هو بتاع ايه؟ يعني قد كده ايه الازازه اللي شايفها؟ شوف الخط السوري بتاع قد انا شايفها كده هي قد الخط اللي هي ايوه شايفها طب
ماشي ممكن تجيبها تمام دلوقتي مع بعض كده. طب لما نيجي في القلب هتسيبه فين؟ ثانية القلب الثانية بقى اللي طلع الناحية التانية فوق بقى تعالى مش عارف ليه يا عم كلهم ولاد وانت مش ولاد يا سلام ثم هو يعني اه كده ماشي ماشي صح. طب لا مش هقول حاجات تانية واحنا بنرسم السلم حكم الخط الداخلي ده هو نفس حكم الخط الداخلي يعني انت هنا السلمه يعني كبيره هنا في الخط هنا في هنا بنرسم الداخلي هنا طيب المعلومه اللي جابها في خط الداش وخط الصوره
sono con l'omega di simpatico. Il mesetto numero è il mele, l'anfetore che ha anche il mio socio. Qua anche di il mio socio. Qua anche da socio. Uno. Non so socio. Fala? Allora va così. Per il conto di la il conto di lei, ti dà il conto di fino all'ultimo, poi arriva e fa più misterioso. Ma se ne io, non mi piace il sole e l'altro sole. Così, mi piace il sole e l'altro sole. E poi la volta mi si deve dire anche perché in questi, o l'arsi, o questo, questo, o altri, così. E la visita di voi, mi piace, sì, se leva lì fuori così se leva da di sotto perché se non questa squadra fa sì ma la sua vita la che se tu non lascia sì ma sì per te è lì tutto anche se tu non lascia questo sì perché a me la cosa tutti i modi che si è fatto vuole che lei aveva un sito da di sotto ma aveva una sotto di questa squadra che era un dei tutto anche
كده قطع فين؟ قطع هنا. كويس كده؟ لايك بقى. طبعا كل دي كانت خسارة معايا. صح كده ما بقولش خلاص خسارة. باجي بقى اروح اعمل ايه؟ هنا بقى حته تراجيل بالظبط. الورقه اللي هي العاليه ومدينه الورقه اللي هي وروح شايلها
شافوا البسطة فين البسطة؟ ايه 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 البسطة؟ ليه؟ وهو نفسه عارف بقى هو نفسه هو نفسه عارف بقى ماشي انت كده بتاكل مبتون نفسه ماشي كده؟ فبيبدأ يغلق البلوك فبدي حلول يعني طب لو بسطك مسنوه شوية وعايز متر كمان فاحنا زودنا متر اهو نروح رايح يعملوا كده هنروحها ايه؟ ماشي؟ طب مسنوه شوية تاني عامل لك كده فاهم نفس المكان واحنا عندنا ايه ايه معايا في نفس البيت كان دور زاد معايا في نفس البيت مطلوب مني ان انا في نفس البيت طلعت بره 5 متر ودور اللي بعده طلعت 3 متر فلما اجي اخلص ال 5 متر كده مش وقت السلام اللي انا كان مشتاقي لما جيت ثلاثة بيت أرد بقى مفيش كلام فاهم؟ وهو نفس المكان السابق طب الكام سلمة اللي بتعمل في أول يوم عشان أسوي المقولة؟ الكام سلمة اللي هو في أول دور عشان ما نعملش اللي أنا بقول جوه الأوضة فاهمني؟ بس مشكلتها إيه بقى؟ مشكلتها إن أنت لو فتحت من هنا باب مطلق يعني المنسوب بتاع الأرضية دي هو مسكون الشارع فأنا قعدت هناك مش بس نازل عشان والله كده مثلا على بص متر ونص بس لو فتحت الباب من كده الاقي ده نازل فاهمني؟ فطبعا على حاجة من الاثنين يا اما اعمل سلم هنا وده مش ما ينفعش يا اما افتح الباب من قبل السلالم دي ده لو انا عايز ادخل على الجنب بتاع المكان ده اللي هو البيت فاهمين هو ايه؟ فحكايه السلالم دي من اهم المواضيع اللي بتعمل لكم مشكله ده مع اي مهندس مش المدني بس مع اي مهندس مش المدني هو مهندس مش شاطر مش مركز مش عارف الخبايا تحت السلم ولو لقى مشكله يعمل ايه؟ ماشي يعني على سبيل المثال انا كنت لسه في مشروع عملت جامعة هيتشاب ورحت ابص لقيت الولد طلع السجن كان فيه مضروب كان فيه ايه؟ مضروب فالدور الارضي طبعا مش هتشوف كده صح؟ كده على دي ومن تحت سلم شوف البيت صح؟ فالمهم الفكره كلها ان هو ما بصش على سهم الصعود وعمل لي بدل ما انا اجيب القطه عمل لي انا اتكلم وخلص انا عملناها في البار وصلاه على طول كده فاهمني؟ يومين بس انا ما بطلبش وصلت راح عملت كده طبعا رحت كسرت السلم كله تاني كسرت مش هينفع معاك السلم ده سلم هروب من شويه استراتيجيه وقت الاستخدام ده برضك من باب العلم في الشيء عشان كنت حابب مواضيع بس تبقى فاهم ان انت عايز تاخد السلم اهو يعني حالا كان معاك قال لي جيب السلم اهو قال لي جيب السلم اهو واحنا عارفين ان هنا في قلب ايه؟ في قلب هنا وفي قلب هنا صح؟ وادي الباب اللي بيطلع على الشارع وادي الباب اللي بيطلع
Thank you.